بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم كلمه عن العدل. لما قيل في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه، نقدر نقول في ملء الزمان لما جاء الزمان الذي انتظرته الاجيال كلها، الزمن الذي توجد فيه العذراء التي تستطيع ان تحمل المسيح وتحمل المجد الذي يأتي إليها من جدك. فهي الفتاة التي انتظرتها الأجيال كلها، يعني ربنا قعد مدة طويلة يقول إمتى تيجي واحدة تصلح أن تكون مستودعا أحل فيه. مين اللي تيجي دي؟ اللي تيجي دي لابد أن تتصف بصفتين على الأقل، وإلا ما تصلحش. الصفة منها الطهر الشديد، علشان اللي يتولد منها ما ياخدش منها حاجة غلط. صحيح الروح القدس قدس مستودعها من الخطية الأصلية، إن اللي ولد منها ما يورث الخطية الأصلية، لكن أيضا من الناحية الفعلية ما يكونش فيها أي غلطة ممكن أن تورث. ما هو جايز ولد يطلع غضوب ومتنرفز، نقول ما هو أمه ولا أبوه كان بالشكل ده، خد من أمه أو أبوه الدم اللي عاش فيه، خد منه حاجة. لابد العذراء دي اللي هتولد المسيح تكون طاهرة جدا، بحيث لا يمكن يتولد منها واحد يلقط غلط، مستحيل بالميراث، مستحيل. فلابد أن تكون طاهرة هذا الطهر كله. وثانيا لابد أن تكون متضعة عشان تحتمل هذا المجد العظيم، إنها تبقى والدة الإله. مين تحتمل دي؟ ده في واحدة ممكن تبتسم كده وتقول أنا أم الدكتور، أهلا أهلا. واحدة لو بقى ابنها وزير وتبص للناس تقول لهم أنا أم الوزير. أما بقى لو أم الرب دي تبقى إيه دي؟ مش ممكن، ما تحتملش. عايزين واحدة تحتمل، يعني يكون عندها الاتضاع وعندها الطهر، لازم النقطتين دول. ويكون عندها اتضاع بايه؟ ما هو في واحد متضع لانه غلبان غلبان، يقول لك انا ما اسواش حاجه، وهو فعلا ما اسواش حاجه، يعني ما جابش حاجه من عنده. لكن الاتضاع الحقيقي انه يبقى الواحد في ملء العظمه ويبان متضع غلبان، اهو ده الاتضاع الحقيقي. الاتضاع الحقيقي ان العذراء اللي هي تبقى والدة الإله تبقى متضعة. العذراء اللي هي أعظم من السار، بنقول لها في الألحان سموت يا مريم فوق الشاربين وارتفعت يا مريم فوق الصارفين. العذراء اللي هي أعظم من رؤساء الملائكة. العذراء اللي مجرد كلمة منها قالت الأليصابات، امتلأت أليصابات من الروح القدس لما حل سلام مريم عليه. العظمة الكبيرة دي لما تكون متضعة يبقى هنا الاتضاع الحقيقي، هنا الاتضاع الحقيقي. كل ما الإنسان يرتفع قدره جدا ويبقى بسيط ومتضع، يبقى هو ده الاتضاع الحقيقي. ولذلك في اتضاعها هذا يجي الملاك يقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، قوة العلي تظللك، الروح القدس يحل عليك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فتقول هو ذا أنا أمة الرب، مش أم الرب، أمة الرب، يعني أنا عبدته، أنا خدمته. يعني البشارة بأن يولد منها الرب ما رفعتهاش أبدا، قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. وفضلت تستخدم لنفسها تعبير أمة، يعني عبدة باستمرار، حتى لما جت تقول التسبيحة بتاعتها قالت نظر إلى اتضاع أمته، نظر إلى اتضاع إيه؟ أمته. واتضاع مش معناها تواضع، اتضاع يعني غلبان، يعني مسكين، يعني مسكين. نظر إلى اتضاع أمته وفضلت بهذا الشكل. ولما بقت متضعة بهذا الشكل
لم تحسب نفسها انها في مركز كبير او انها اخذت رب المجد داخلها، ابدا ابدا ابدا. اول ما عاد ان اليصابات حبلة في شيخوخته صارت على جبال اليهودية وعبرت وراحت لغاية لما راحت تزورها. مش انا ام الرب اللي هي جيني ده، انا اروح لها. ومش بس تروح لها، وقعدت تخدمها 3 أشهر لغاية لما ولدت يوحنا. هنا الاتضاع، العظمة الكبيرة الموجودة، وهي اللي تروح وهي اللي تخدم. مع ان لما راحت اليصابات قالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام رب الي؟ العذراء تقول انا مش بس اجيلك، ده انا هاجي واخدمك وافضل قاعدة معاك 3 أشهر اصعب شهور الحمل، اقضي لك كل حاجات البيت علشان ما تحتاجيش لحاجة. وبعدين هنا نبص نلاقي حاجة عجيبة من نظام الاتضاع. الله المتضع الذي اخلى ذاته واخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان، اختار اناء متضعا هو السيدة العذراء، والسيدة العذراء تروح لأليصابات، فأليصابات اللي قد أمها ولا جدتها تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي بنفس الاتضاع، ويوحنا المعمدان بنفس الاتضاع يسجد في بطن أمه للجنين اللي في بطن أم العذراء. الواحد يبص كده، إيه الاتضاع ده كله اللي واخد الموقف كله ده؟ كلها كده. ربنا في الميلاد من العذراء أصبح ميلاد التواضع بالنسبة للناس. الناس ما كانوش يعرفوا التواضع ده قبل كده، كانوش يفهموه كويس أبدا. كل واحد عايز يبقى كبير وعايز يتنفخ وعايز يعمل عالي، لكن الإنسان الأول لما تكبر وأراد أن يأكل من الشجرة تحت إغراء تصيران مثل الله عارفين خير وشر، جات العذراء على عكس الإنسان الأول. حواء أرادت إنها تكبر، العذراء أرادت إنها تصغر عشان تعالج الموضوع بتاع جدتها القديسة حواء نبيخ الله نفسه. وبعدين بصينا لقينا العذراء دخلت في دور عجيب. الملائكة اللي ظهروا ساعة الميلاد، المجوس اللي جم وسجدوا لابنها، النجم اللي ظهر في المشرق وأظهر ليه، تسبحة الملائكة للرعاة، إيه كل العظمة دي والعظمة اللي كانت بتشوفها المسيح؟ ومع ذلك لم تنطق حرفا واحدا، كانت ترى هذه الأشياء تحتفظ بها في قلبها، متأملة بها في قلبها. لا تتكلم على معجزات ولا على آيات ولا عجائب ولا تفتخر ولا تحكي. في ناس لو شافوا رؤية ما يسيبوش حد في الدنيا إلا ويحكوه، حصل وحصل وحصل وشفنا وشفنا وشفنا. لو حدثت معجزة ما يعرفوش يسكتوا أبدا، يحكوا يحكوا يحكوا، حصل وحصل وحصل. العذراء يا ما شافت معجزات ويا ما شافت عجائب، ده طفولة المسيح بالنسبة لها نفسها كانت أعجوبة. أنا متهيألي العذراء كانوا تبص لعينين المسيح اللي بيرضع منها وتتوب في عينيه كده، وبعد ما تتوب ما تلاقيش كلام تقول، تبص في وشه كده وعقلها ما يقدرش يصدق اللي حاصل، تتغذى بشكله، تتغذى بنظراته، تتغذى بملامحه. عائشة بتديه غذاء جسدي وهي بتتغذى روحها كل شوية والتانية، ومش قادرة تتكلم. ليه مش قادرة تتكلم؟ أشياء لا ينطق بها، هتقول إيه؟ طب مين فيكم كان يقدر يوصف عينين المسيح دي؟ لو جدع واحد يقول لي مش ممكن يوصف إيه؟ لحاجة تخش فيها تلاقي نفسك في دنيا تانية. اللغة تقف عاجزة عن التعبير، ما فيش شك العذراء اختبرت عجز اللغة عن التعبير وعجز اللسان على التعبير، واختبرت العبارة اللي قالها بولس الرسول أشياء لا ينطق به، لا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنه. وبعدين العذراء دي إلى جوار التواضع العجيب ده دخلت في حياة التسليم. حياة التسليم يعني حياة التسليم؟
يعني واحدة عايزة تعيش بتولة وحطت في مخها انها تعيش بتولة، ويجي ربنا يقول لها انت هتبقي ام وتخلفي عيل وترضعيه، عكس كلامها كله، عكس اللي في قلبها كله. ليكن ليك قولك. انا يا رب شهوة قلبي شيء وانت ارادتك شيء اخر، لتكن ارادتك. ربنا يقول لها طب كويس، هتخلفي العيل وتحبالي بيه وتولدي وتفضلي بتول برضه، ويبقى جمعتلك الاثنين مع بعض. ما هو اللي يخضع لإرادة ربنا، ربنا بيمشله الأمور. هي عايزة تبقى بتول، والبتول لا تحبل ولا تلد. فلما قالت له ليكن ليك قولك، قال لها خلاص أخليك تحبالي وتولدي وتفضلي بتول برضه، بتول قبل الحمل وبتول بعد الحمل وبتول طول الحياة. اللي بيسلم حياته ربنا، ربنا يعمل به عجبا، يعمل به عجبا. فكانت هي مسلمة نفسها لربنا. في ناس كل ما يشوفوا حاجة متعبة يحتاجوا، عمر العذراء دي ما احتاجت أبدا. كانت تبدو أمامها أمور بالنسبة للعقل العادي أمور تتناقض مع بعضها، بالنسبة للعذراء لتكن مشيئتك. أنت الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طيب دي هتبقى ولدت الإله. وتروح الإليصابات تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ طب ودي أم ربنا. وبعدين تلاقي إيه؟ تلاقي ليس لها مكان في البيت وتولد في جزء البقر. إيه يا رب الكلام اللي بتقوله ده؟ حاجات يعني لا تليق بكرامة أم الرب، ولا تليق بكرامة العظمة اللي بتاخدها، ولا تليق بكرامة الروح القدس اللي يحل عليها، ولا قوة العلي. بقى أنا أقول لك حاضر وأقول لك ليكن ليك قولك، وتسيبني أولد في جزء البقر، وتولد إيه في عز أيام الشتاء والدنيا برد ومفيش أقمطة للولد وكان بيرتعش بالبرد. هو دي يا رب المعاملة؟ عمرها ما قال ليكن ليك قولك. عايزني أبقى والدة الإله؟ ليكن ليك قولك. عايزني على الرغم من كده أعيش في فقر وابني يتولد في مزوى البقر وأقعد وسط البهايم ومش لاقي لي أقمطة للواد؟ برضو يبدو موقف غريب. الشيطان نفسه بقى مستغرب إزاي ده بقى ابن الله والجو كده، إن حاجة تمخول عقل الشيطان لكن ما تمخولش عقل العدر. العدر عندها حياة التسليم، وبعد كده تشوف الطفل الإلهي وتشوف المعجزات وتشوف المجوس وتشوف النجم وتشوف الملائكة وكله. وبعدين هيرودس يقول عايزين نقتل العيال، يجي الملك يقول اهربوا اهربوا، ده انا معايا ابن الله الوحيد، ده لو حد جاي يقبض عليه تنزل نار من السماء وتاكله. خليك مضطجع وتنزلوا وتهربوا. هروب ام الرب ده شيء غريب، الشيطان نفسه كان متمخض. طب ويحصل دي ازاي؟ لكن العذراء لم تتكلم. عايزني أبقى الملكة أم الملك؟ قامت الملكة عن يمينك أيها الملك ليكن ليك قول. وكملكة تريدني أن أهرب في خوف ليكن ليك قولك. حياة التسليم، ولا أحتج ولا أتكلم ولا أقول الحكاية دي جات إزاي ولا رحت إزاي. يبدو أمر غريب. تروح في مصر، تروح في مصر وتنطبق عليها الآية التي وردت في أشعياء الصح 19. هو ذا الرب راكب على سحابة عظيمة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر، أوثان أصنام يعني، ويزور قلب مصر داخله. تخش حتة فيها معبد فيه أصنام تروح واقع على الأصنام على الأرض، الناس يطردوها يقولوا لنا جبت لنا مشاكل، امشي من هنا، تمشي من بلد دي تروح بلد تاني، يحصل كده يطردوها. وفضلت مطرودة من مدينة إلى مدينة في أرض مصر. ده شغل والدة الإله؟ ده شغل الملكة القائمة عن يمين الملك؟ لا يا رب أنا ما أسألش، ليكن ليك قولك. ربنا أراد أن يبارك كل أراضي مصر، فسمح إنها تنتقل من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية، عشان كل مدينة تروحها تباركها في السكة ويباركها الرب بحلوله وتحدث معجزات جديدة. ومع ذلك في تواضع العذراء كل المعجزات التي حدثت في مصر كانت تحتفظ بها في قلبها،
وما قالتش حاجة. جايز بعدين في سكوت كده بينها وبين بعض الرسل من أولادها الرسل اللي كانوا بيقعدوا معاها، سمعوا بعض الأخبار دي بالتقليد بالتداول، وصلت لنا بعض المعجزات اللي في أرض مصر، لكن ما وصلتش كلها قطعا. مئات المعجزات حدثت في أرض مصر لكن لم تذكر عنها شيئا ولم تحكي، مفيش. يا رب ليكن ليك قول، خليكوا قاعدين في مصر. وبعدين يجي الملاك يقول ارجعوا، لأن مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبر. ما انت قادر يا رب وهم عايشين تاخدنا وتحمينا منهم، ما نروحش غير لما يموتوا. لا 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 لا، احنا ما نقولش كده، ليكن ليك قول، روحوا نروح، ارجعوا ارجعوا. ما نناقش ربنا ابدا، ناخذ موقف الضعف ليكن، واحنا عايزين نعمل كبار. وبعدين يمر 30 سنة عليها وابنها ما فيش حاجه خالص، لا بيوعظ ولا بيعلم ولا بيتكلم ولا له شهره ولا له منصب ولا موجود في المجتمع اليهودي ولا حد حاسس بيه خالص. ايه يا رب ده؟ لا ما فيش. ايه يا رب؟ ما قالتش حاجه، ليكن ليك قولك اللي انت عايزه. انا في حياه تسليم، يقعد معايا يعمل معجزات مرحبا بك، يقعد معايا مجرد يتعلم النجارة في بيت يوسف النجار، ليكن ليك قول. وانا مخلفها ابن نجار، ده انا مخلفها ابن الله الوحيد. معلش خليه ابن نجار واسكت. حاضر. ما هي ما كلمتش، ده احنا بس بنفكر، بنفكر بصوت عالي، لكن ما فكرتش ابدا في دي. ولذلك اليهود لما بصوا، اليهود لما المسيح راح الأماكن اللي ولد فيها والناصرة، قالوا أليس هذا هو ابن النجار؟ أليس هذا هو إيه؟ ابن النجار. كانت تقدر العذراء تقول لا، ده ابن الله الوحيد، ولا اتكلمت ولا فتحت بقها. ابن النجار ابن النجار، يقول زي ما يقول. إيه العظمة بتاعت العذراء دي؟ ده في واحدة لو سمعت كلمة بس على ابنها صوتها يرتفع يوصل للبطرسية. ما تحتملش. لكن دي أليس هذا هو ابن النجار؟ أليس أمه موجودة عندنا؟ أليس كذا؟ يقولوا زي ما يقولوا وإحنا ساكتين. عجيبة العذراء دي في حياة التسليم التي عاشتها، حياة التسليم التي عاشتها. وبعدين تبص تلاقي ابنها مضطهد من الكتبة، من الفريسيين، من الصدوقيين، من الناموسيين، من الكهنة، من رؤساء الكهنة، من مجمع السنهدرين، من شيوخ الشعب. ليكن ليك قولك. عايزني أبقى والدة الإله وعيش في الذل والحسرة؟ ما ليكن ليك قولك. أنا في حياة التسليم، أنا لا أختار لي خط حياة أسير فيه، حيثما تسيرني أسير وكيفما تصيرني أصير، أنا تحت طلبك. مين يقدر يعمل كده؟ ده لو كان واحد بروتستانتي كان يقول أطالب بحقوقي كابن لله، زي ما بنقعد مع الناس يقول أطالب بحقي، أطالب بحقي في الميراث. حقك إيه يا أخي؟ أطالب بحقي، حقوقي كابن، حقوقي كوريث. لا العذراء قالت حقوقي كابن، ولا قالت حقوقي كوريث، ولا قالت حقوقي كملكة عن يمين الملك، ولا حقوقي كأم الرب، ولا حاجة أبدا. تقعد في مزود، اديني قاعده. تقول لي هرب الارض مصر، اديني هربانه. ترجعني تاني، اديني راجعه. تسكنني في بيت نجار فقير، اديني ساكنه. تخليني اولد في مزور بقر، زي ما انت عايز. تخلي ابني يعيش مجهول 30 سنة، ليكن. تخليه يضطهد من الناس دول اللي ما يستاهلوش يحلوا سيور حذائه، ليكن. ليكن ليك قولك. أنا بعيش في حياة التسليم الكامل، أدي حياة العذراء، حياة التسليم الكامل وحياة الاتضاع الكامل. لم تطالب بحقوق. ولذلك ساعات لما كنت أشوف ستات خواجات أقول لك تطالب المرأة بأنها تبقى كاهن قسيس يعني، وتطالب بأنها تبقى أسقفة، من حقنا، والمرأة لا تقل عن الرجل حاجة. كنت ساعات أقول لهم تواضعوا وخليكوا قد العدل، يعني انزلوا من علياءكم وخليكوا في مستوى العدل يعني.
العذراء عمرها ما طلبت تبقى قسيس ولا تبقى أسقف ولا حاجة، بل الرسول العظيم يوحنا الحبيب المسيح قال له هذه أمك وقال لها هذا ابنك، فبقت هي في مرتبة أم للرسول العظيم، لكن برضو مفيش كهنوت، ولم تطالب ولم تقل حقوقي ولم تقل مواهبي. في واحدة عندها الروح القدس زي العذراء، في واحدة عندها الطهر والقداسة زي العذراء، في واحدة عندها المرتبة العظيمة انها تبقى والدة الاله زي العذراء، في واحدة اعظم من الملائكة ورؤساء الملائكة زي العذراء، ولم تطالب بشيء. اوعى الستات الغرب يقولوا سننتقم للعذراء مريم وما حرموها من الحقوق ناخده، تاخده ايه بس؟ تاخده ايه؟ يا ريت تقولوا ليكن ليك قولك زي ما انت تشاء يا رب، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. الخط الذي ترسمه أنت لي في الحياة أحسن من الخطوط التي أرسمها لنفسي. أنا بفكر بعقلي البشري الذي لا يفهم كثيرا، لكن أنت يا رب العقل الكلي، الحكمة السرمدية الأزلية الأبدية، العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، أنت تختار كما تشاء. أما أنا فليكن ليك قولك. أدي العذراء والدة الإله التي عاشت بهذا الشكل، الآب اختارها، الآب اختارها وقوته ظللتها والروح القدس حل عليها والابن ولد منها. يعني الثالوث القدوس كله تمثل في حكاية العذراء دي. في هذه الآية تقروا في لوقا إصحاح 1 من آية 35 ل 37 تلاقوا الكلام ده. شوفوا الثالوث بين ازاي، الروح القدس يحل عليك وقوة علي اللي هو الآب تظلله، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ادي الثالوث القدوس الوحيدة، الوحيدة في الجنس البشري كله الذي حل عليها الروح القدس حلولا أقنوميا هي العذراء مريم. الحلول الأقنومي بالنسبة للبشر ده ارتقى، الوحيدة اللي حل عليها الروح القدس أقنوم هو ايه؟ العذراء مريم. ليه؟ لأنه كأقنوم أوجد جسدا منها بدون زرع بشر، عملية خلق، عملية بيوجد جسد، بيصنع جسد، بيصنع ايه؟ جسد من مفيش، وبيطهر ويقدس هذا المستودع، فحلول أقنوم. لكن باقي البشر مش بالشكل ده، وعاشت بالروح القدس بتأييد الثالوث القدوس لها، عاشت في فضائل عجيبة، كانت تتمتع بجمال بشري عجيب وتتمتع بجمال روحي عجيب. يعني جمال العذراء مش زي جمال أي بنت في الدنيا، جمال أي بنت جايز ملامح جميلة متناسقة، لكن جمال العذراء تبص في وجهها تجد الوداعة، تجد التواضع، تجد الحب، تجد الأمومة، تجد البساطة، تجد العفة، تجد الهدوء، تجد السلام، كل ثمار الروح القدس موجودة في ملامحها، مش مجرد ملامح متناسقة جميلة، لا ده فيها كل الصفات الروحية تعطي قدسية ليها. دي ساعة ما كانت على الأرض كانت كده، لكن دلوقتي العذراء دخلت في نوع من التجلي، يسموه ترانسفيجريشن، تجلي، يعني محاطة بنور عجيب. ولذلك لما كانت بتظهر مثلا في الزيتون أو في بابا دوبلو كانت بتظهر بنور عجيب يحوط بها، النور العجيب اللي هو تجلي هذه الطبيعة، وده مش موجود عند كثيرين. السيد المسيح ظهر بالتجلي على جبل طابور، وظهر معه موسى وإيليا في مجد أقل، لكن العذراء بدأت تأخذ من أمومتها ألفاظ عجيبة. يعني المسيح هو القدوس يبقى هي أم القدوس، المسيح هو المخلص تبقى هي أم المخلص، المسيح هو النور الحقيقي تبقى هي أم النور، المسيح هو الرب تبقى هي أم الرب، المسيح هو الإله تبقى هي والدة الإله. بتأخذ من أمومتها ألقاب عجيبة جدا،
وبعدين نحن نحتفل النهاردة بعيد تاني اللي هو عيد صعود جسدها إلى السماء. يعني الله لم يشأ أن هذا الجسد ينحل كباقي الأجساد أو يأكله الدود كباقي الأجساد أو يبقى على الأرض كباقي الأجساد فرفع جسدها إلى السماء. إيه العجوبة العظيمة دي، نحتفل بصعود جسدها. والعجيب أن الذي رأى جسدها صاعدا إلى السماء رآه القديس توما على جبل إخميم في الصعيد وهو راجع من بلاد الهند. هذه العذراء لها مكانة عظيمة مش بس في العالم، في مصر بالذات، في مصر بالذات لا يوجد مكان زارته العذراء غير أرض مولدها إلا مصر. ده لو بلد أخرى كانت زارتها العذراء في حياتها كانوا قاعد يرقصوا بقى ليل ونهار، يرقصوا في الميادين كده وإحنا قاعدين ساكتين وبنقول رأس الحكمة مخافة الله وساكتين. العذراء جت عننا عندنا في كل تواضع سامعين وساكتين. العذراء قعدت حوالي 3 سنين على الأقل في بلادنا سامعين وساكتين. العذراء قدست بلاد عديدة سامعين وساكتين. العذراء تجلت في كنائس عندنا سامعين وساكتين. العذراء بعد ما عاشت في مصر اشتاقت لمصر. يعني لما جت ساعة الزيتون أو ساعة بابا دبلوم لما جتش لا هربانة من هيرودس ولا حاجة الحمد لله، ولا مضطرة ولا ملاك قال لها روح لغاية لما يموت الراجل اللي مضطهدك ولا حاجة، دي جاية كده بركة كده، بركة ومحبة، بركة ومحبة والتشجيع. ما تخافوش أنا معاكم، ما تخافوش إيه أنا معاكم وعلى قبة الكنيسة كده معاكم. حاجة عظيمة جدا. نحن نشكر السيدة العذراء اللي جت في مولد المسيح واللي جت أيضا زارت بلادنا واللي غالبية كنائسنا على اسمها، يمكن أكتر من نص كنائس القطر على اسم العذراء، ونحتفل بيها أكتر احتفالات. يمكن كل قديس من يحتفل بعيد نياحته عيد استشهاده، إن خد له عيد تاني يبقى عيد مثلا بناء كنيسة على اسمه والعصور على راسه، لكن العذراء نحتفل لها ب7-8 أعياد 9 حد كتير خالص. بل نحتفل لها بعيد شهري كل يوم 21 في الشهر القبطي يبقى احتفال بعيد العذراء ونقرأ قراءات العذراء لتكن شفاعة العذراء مع جميعنا. آمين.